العلاقات في داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على أساس حق، قد يكون الإنسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في أعلى الأمة. هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق. هذا هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم التغابن. يحصل التغابن عن طريق اجتماع المجموعة، ثم كل انسان كان مغبونا في موقعه في الامة، في وجوده في الامة، بقدر ما كان مغبونا في موقعه في الامة يأخذ حقه، يأخذ حقه يوم لا كلمة الا للحق. وكأن الرجل يتكلم عن نفسه. الكاظمية. هنا عاش محمد باقر الصدر سنين الطفولة يتيم الأب الذي رحل عنه وهو في عمر السنتين، فتكفلته والدته وأخوه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول وعلى يديه درس مقدمات العلوم الإسلامية. في العام 1943 بلغ محمد باقر عمر 8 سنوات، عندها دخل مدرسة منتدى النشر الابتدائية التي أسسها السيد مرتضى العسكري وأحمد أمين في ذلك العام. هي بذرة حزب الدعوة، البذرة بدأت من هناك. منتدى النشر كانت مدرسة، وإن كانت على يعني حوزوية إلا أنها كانت على الطرز الحديث في 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 أسلوب الدراسة والامتحانات والكتب، وكانت كلها الكتب حوزوية لأنها دراسة منظمة كانت. جاء أخوه السيد إسماعيل رحمة الله عليه، كنا أصدقاء إلى حد ما، يوما به إلى المدرسة وسجل في المدرسة، سجل في الصف الأول طبيعي. إلى نصف السنة كان لكل صف مرشد، جاء مرشد الصف يقول لي محمد باقر الصدر أتم المنهج. امتحنته في الإدارة وجدته يستطيع أن يدرس المنهج الذي قرأه، حولته إلى الصف الثاني وإلى آخر السنة أنهى صفين في سنة واحدة. كانت النجف في تلك الفترة مسرحا للأفكار اليسارية وخاصة الشيوعية. واللافت هنا ما ينقله أساتذة الصدر الصغير أنه كان على اطلاع في سن مبكرة على الفلسفة الماركسية والأعمال الفكرية لكثير من الفلاسفة الغربيين. هل ممكن أنه يتكلم بذاك الشكل الذي يقول أحد أساتذته؟ يقول أنه كان بإلحاح يأخذ مني الكتب الماركسية، وفي مرة من المرات أنا شككت في أنه يستفيد من هذه الكتب أو لا، فسألته سؤالا حتى أعرف بأنه هل يفهم شيء من هذه الكتب أو لا، فدخل في
في الماركسية عرضا وطولا بشكل بحيث أنه كانت عندي مسائل غامضة في الماركسية لم أفهمها قبل في بيان السيد الشهيد. هذا كل هذه الغموض كل هذه الغموض ارتفعت. بدأ السيد محمد باقر الصدر حياته العلمية تلميذا في حوزات النجف الأشرف، بعد أن انتقل إليها تاركا الكاظمية مسقط رأسه في العام 1946. كان يستثمر 16 ساعة في اليوم لتحصيل العلم. رغم صغر سنه استطاع السيد الصدر الصغير أن يطوي المراحل في مشواره العلمي، وانتهى إلى نتائج بهرة الوسط العلمية، فقد استطاع استيعاب مادة الفقه الإسلامي ولم تعد لديه حاجة للتقليد رغم صغر سنه. القدر المتيقن الذي أعلم به يقينا هو أنه من أول بلوغه لم يقلد أحدا، أي بعد 10 سنوات من هجرته إلى النجف وبداية تحصيله للعلوم الدينية في الحوزة العلمية، حصل السيد محمد باقر الصدر على إجازة خطية بالاجتهاد من أستاذه آية الله أبي القاسم الخوئي، ولم يكن حينها قد تجاوز 21 من عمره. طوال 40 عاما الممتدة من العام 1920 إلى العام 1960 غاب العمل الإسلامي الحركي عن الساحة النجفية تماما، باستثناء بعض الجهود المتفرقة والمشتتة لرموز العمل السياسي والاجتماعي في تلك الفترة، رجالات كالبغدادي والجزائري وكاشف الغطاء والمظفر. وبعبارة أخرى، لم يكن في النجف العاصمة الدينية للمسلمين الشيعة والتي تضم واحدة من أعرق وأقدم المدارس الدينية في العالم أي حزب إسلامي جماهيري. صباح غد جاني سيد مهدي الحكيم مع مكتوب من الشهيد الصدر. أنا سيد مهدي الحكيم ما كان لي معه علاقة. كاتب شهيد الصدر في المكتوب: السيد مهدي يحمل إليك مني، يحمل مني إليك حديث، تفضل. قال احنا فكرنا، يعني هو شهيد الصدر ما أدري بعد من وياه، أنه نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة إسلامية، نحن المسلمين بحاجة إلى، يعني مقصود هذا تشكيل حكومة إسلامية. شهيد الصدر قال إذا العسكري دخل نقدر نسوي شيء، إذا ما دخل ما نقدر نسوي شيء. وانا جاي عليك تجي قلت له روح، انا كنت افكر في نفس الموضوع روح جاتكم. خباد الامر طبعا نحن ثلاثه، ثم اشترك معنا خيره شباب الشيعه. جاءت حركة السيد الصدر في جماعة العلماء والتأسيس لحزب الدعوة، وخطاباته ومحاضراته التي كان بعضها يصل إلى الإذاعة الرسمية، وأطروحته في المرجعية الصالحة والمرجعية الرشيدة لتشكل محاولات حثيثة من قبله لإقحام الشارع العراقي في العمل السياسي، تمهيدا لإعادة رسم العلاقة بينه وبين المرجعية. إنها إعادة تموضع لعلاقة تاريخية وملتبسة بين المرجع وجمهور المقلدين في العراق، وهي قبل كل شيء تهيئة للشارع العراقي لخوض مواجهة مع النظام الأكثر دموية في المنطقة. أنا جيت إلى إيران من رجعت شفت كاتب لي مكتوب، مكتوب طويل يقول فيه خلاصة قوله
أنا أريد أقوم بعمل بفتوى واحدة مني يدخلون بالدعوة مليونين واحد، يعني أريد أدرس. نحن كان شغل نجتمع ليليا، أنا لما أجي من بغداد نجتمع. فشيل الصدر خرج، ظليت أنا ومحمد هادي السبيتي وعبد الصاحب دخيل، نحن قيادة الدعوة، والأديب هم في كربلاء. بت الليلة وأنا أرق أفكر في هذا الموقف، وإنه ليعز علي مثل هذا الموقف. إن آية الله الحكيم طلب مني أن لا أكون في التنظيم. خرج كأنه لم يخرج. نعم، بقي رمزا لحزب الدعوة، بقي يعني لا مو رمزا، بقي ويانا نجتمع ببيته نتذكر شو نسوي. فترة الهدوء النسبي التي عرفتها الحوزة النجفية في الحقبة العارفية لن يكتب لها أن تستمر طويلا، ومع نهاية العقد الستيني من القرن الماضي كانت النجف وحوزتها والسيد محمد باقر الصدر على موعد مع واحدة من أقسى المواجهات التي عرفتها هذه الحوزة. عمد البعث العراقي إلى تنظيم حملة اعتقال واسعة شملت الآلاف خصوصا من الشباب الجامعي بحجة انتمائهم لحزب الدعوة الذي صدر بحق أعضائه والمتعاطفين معه حكم الإعدام، وذلك تمهيدا لعملية اعتقال السيد الصدر. ثم أعلنت الطوارئ ونزلت قوات الأمن والاستخبارات بشكل لا مثيل له. بدا السيد الصدر مقتنعا ببدء الأعداد لمرحلة المواجهة الشاملة مع النظام، وأذن بالمواجهة المسلحة. أصدر السيد الصدر قبل شهادته بأيام آخر فتاواه، وكانت بحرمة التعاون مع البعث العراقي في حربه التي يزعم شنها على إيران. ولعل هذه الفتوى التي وجدت طريقها إلى مسامع الناس هي التي جعلت صدام حسين يحسم قراره بإعدام السيد الصدر. في 8 نيسان أبريل عام 1980 إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المرجع والفقيه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. قد يقول أحدهم إنه ليس المرجع الأول الذي يقتل، وقد يسارع آخر للقول إنه ليس الأخير، لكن في الرجل ميزة تجعل من قاتله مشهورا. الأربعاء 9 نيسان أبريل عام 1980 ينفذ صدام حسين حكم الإعدام بحق مؤسس الحركة الإسلامية العراقية المرجع الديني آية الله السيد محمد باقر الصدر. في مساء اليوم 9 نيسان عام 1980 وفي حدود الساعة 9 مساء قطع التيار الكهربائي عن مدينة النجف، وفي ظلام الليل الدامس عرض جثمانا السيد الصدر وبنت الهدى على السيد محمد صادق الصدر، ورفض طلبه بتغسيلهما وتكفينهما، لكنه تمكن من الصلاة عليهما وعاين الجثمانين حيث شهد آثار التعذيب على وجهي السيد وشقيقته. لنابغة فقهاء الشيعة منذ عصر الغيبة، صدام حسين تجرأ على فعل ما لم يفعله أحد، فهل لجرأة ما ارتكبه علاقة بنهايته؟ وفي يوم الأربعاء 9 نيسان أبريل عام 2003 يسقط نظام صدام حسين، ومعه تسقط أسطورة البعث العراقية. إنها سخرية القدر كما يحلو للبعض أن يصفها، أو أنها انتقام السماء كما يقول تلاميذ السيد الصدر.